يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا زد عليه ورتل القرآن ترتيبا. সম্মানিত উপস্থিতি, এখন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন মরক্কোর সুপ্রসিদ্ধ কারি শেখ আহমেদ আল খালদি হাফিজাহুল্লাহ। الان يتلو علينا الشيخ المقري احمد الخلدي حفظه الله فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما Thank you.
ربنا
فَأَخَذَ وَلَمْ
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنات جميع خصاله صلوا عليه وآله ورتل القرآن